افريل 2023. طقس بور لو مومون مزيان برشا برشا على نطاق بيان سور مدينه القيروان، ولكن بعد شويه باش يتبدل، باش يكون طقس مغيم جزئيا باغلب المناطق في الليل. زيد باش من المنتظر انه تتراوح الحراره زيد اونتر 13 و 19 درجه زيد هذه في الليل باغلب الجهات. الرياح باش تكون ضعيفه الى معتدله وما تتجاوزش سرعتها 30 كيلومتر في الساعه. البحر باش يكون شديد الاضطراب الى متموج بخليج قابس ومتموج ببقيه المجالات البحريه. خلينا نعملوا طلع هكا على درجات الحراره في الولايات. نلقاو الوغ بور لو مومون في القروان 14 درجة. أيضا نلقاو في المناستير باش تكون أقصاها أيضا 13 درجة. أيضا نلقاو في سليانة باش تكون 11 درجة، وفي المهدية كيف كيف 16 درجة. طقس الأيامات ماهوش شكل يعني باش نحسوا بالسخانة لما حالة بعض بشوية. ما بور لو مومون الطقس ربيعي مزيان مفرشك كيما نقولوا. الوغ فينا بال 13 درجة، أيضا في القاسرين 11 درجة، نمشيو نعملوا طلع على بنزرت 10 درجات، كيما قلنا أيضا في بيجا 9 درجات. طقس يواتي برشا برشا بوغ لو مومون، حتى هكا كان فما بروغرام نتاع بيكنيك نتاع خرجة نتاع فوتينغ نتاع سبور. الوغ اليوم نهير مزيان برشا برشا ويشجع على الخروج، وخاصة في الصباح هكا نعمل طلع ديجا انا بدي نشوف في السماء هكا صافيه بوغ لو مومون. وطقس مزيان برشا برشا، نتمتعوا هكا بالويكاند خاصه اللي نرجعوا غدوه الاثنين، وان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للناس الكل. نكمل هكا نتمتعوا بالويكاند، وكما قلنا طقس يشجع برشا على لي زاكتيفيتي فيزيك. الوغ بون غوت للناس اللي قاعده تسمع فينا في الثنيه، وهكا ان شاء الله هكا بون ورك اوت كما نقولوا بالنسبه للناس اللي قاعده تعمل في المارش ولا في السبور في الثنيه الزايده. والسلام عليكم برشا برشا، وان شاء الله هكا دائما معاكم. سينو هكا عملنا طلع ان شاء الله كافينا وافينا بالنسبه لبعض الولايات، وكان هذا طقس الويكاند. ميتيو ميتيو ميتيو، احوال الطقس على الحياه فهم. يلا احنا مازال متواصلين معاكم، ونعاودوا ذكروا لي احنا مازال متواصلين حتى للعشرة امتى الصباح. ارقامنا بتكون على ذمتكم، بما ان احنا مازلنا بيان سور في ويكاند العيد. ما عليكم كان بيان سور تتصلوا بينا على ارقام الهواتف نتاعنا على ذمتكم. بعد شويه زميلتنا سوسن باش تكون في استقبال المكالمات. سينو تو سويت مع الموسيقى ورجعنا.